ما تعرفيش اتولدت فين؟ اتولدت في اسكندرية. في اسكندرية؟ انت متأكدة انك اتولدت في اسكندرية؟ لا مش متأكدة، لأن يوم ما اتولدت كنت صغيرة قوي. انت ملكيش اهل، ملكيش قرايب. انا خالها يا سعادة باشا، دي بنت اختي. احنا اصلنا من اسكندرية، من كوم الشقافة. جينا هنا علشان ندور على شغل، نمنا في الخرابة، دخلوا الحرامية بالخزنة، طب عليهم البوليس، مسكوهم ومسكونا وجرجرونا على هنا. احنا ملناش دعوة، هو احنا نقدر نسرق خزنة كبيرة زي دي؟ اعمل معروف يا سعادة الباشا، انا سايق عليك النبي تخلصنا. انا سايق عليك سيد ابو العباس تخلصنا. اعمل معروف يا سعادة الباشا، ربنا يطول عمرك. طيب 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 طيب، ما تخافوش ما تخافوش. انا خايف يا خالي، عاوز اروح يا خالي. ما تخافيش يا بنت اختي، هنروح دلوقتي يا بنت اختي. وشيتي معاك يا خالي. يا نهارك اسود، جبتيها منين دي يا بنت اختي؟ ارجوك يا عزيز اسعد الباشا، اعمل معروف، ربنا يخليك تخلصها. طيب طيب يا ابني، ايه ده؟ مش كده، انا هتفاهم مع حضره المعاون. طيب يا سعاده الباشا، ربنا يطول عمرك يا سعاده الباشا. رجعت الساعه مطرحها، اوعي تقربي ناحيتها تاني، انت عايزاهم يشنقونا. دي ساعة دهب غالية قوي. ملناش دعوة دهب ولا صفيح، ملناش دعوة. تعال هنا يا راجل. الراجل ده والبنت اللي معاه معاكم في العصابة بتاعكم؟ لا دول مش معانا. يعني ما تعرفهمش؟ لا ما اعرفهمش. شفت يا سعادة الباشا، احنا ناس ابرياء، احنا ناس ملناش دعوة، احنا ناس اشراف. اعمل معروف يا سعادة الباشا، خليهم يسيبونا بقى. خد يا بنت الريال ده الشبرقيم. لا خلي يا سعادة الباشا. لا معلش عشان خط. بس ليه تعبت يا سعادة الباشا؟ معلش خد. بس الريال ده براني يا سعادة الباشا. ما تخافيش اطمئني، ودي كمان الكارت بتاعي اهو، ان عوزتي اي حاجه ابقي تعالي لي في العنوان ده. ميرسي يا سعادة الباشا. ربنا يخليك يا سعادة الباشا ويطول لنا عمرك. خالي. نعم يا بنت اختي. الباشا ادانا ريال. وايه انت مبلغ عالي العال. انت يا راجل انت. نعم يا سعادة الباشا. خد بنت اختك وروح. اروح يا سعادة الباشا؟ اوعى توريني وشك تاني. عمرك ما هتشوف وشي تاني هنا ابدا. قولي من فضلك يا شويش، هي الساعة تطلع لها كام دلوقتي؟ بتسأل عالساعة ليه؟ ما الساعة معايا اهي. متشكر قوي يا شويش.